بالتأكيد مع هذه الذكرى نتذكر معا البطولات التي قدمها أبطالنا من رجال الشرطة، خاصة في معركة الإسماعيلية التي تمثل ملحمة وطنية خالدة تعبر عن بطولة رجال الشرطة مع التفاف الشعب المصري بإرادته وعزيمته مع رجال الشرطة والفدائيين في كل مدن القناة. الآن بيشرفنا في هذا اللقاء ابنة أحد الأبطال في بورسعيد، والذي كان له دور كبير جدا في المقاومة الشعبية في بورسعيد، وكذلك أيضا الالتفاف ومع أبطالنا من رجال الشرطة لمقاومة قوات الاحتلال الإنجليزي. بتشرفنا مدام شاهيناز مصطفى كمال الصياد، أهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيبة. طيبة يا فندم، حضرتك طيبة. طبعا مناسبة دايما احنا بننتظرها الحقيقة، علشان يعني نتذكر معا اهم البطولات والتضحيات اللي قدمها رجال الشرطة المصرية وما زالوا حتى الان بيقدموها. انا عايزة حضرتك تكلمينا اكتر عن بطولات الوالد الله يرحمه. انت البطل مصطفى كمال الصياد، هو رئيس المقاومة الشعبية في بورسعيد، كان عنده 10 مجموعات بيقودهم. هو كان العفريت بتاع العدوان الثلاثي، كان هو واقف لهم بالمرصاد، اللي هو يظهر وقت ما يظهر ويختفي وقت ما يختفي، الوقت اللي هو كان الفدائيين والمقاومة الشعبية ليهم كان دور كبير جدا الحقيقة، ومع كمان الشرطة المصرية يعني كانوا بيتعاونوا مع بعض. حضرتك قولي لي ذكرياتك، وكنت بتشوفي يعني والدك البطل كان بيقوم بإيه بالظبط؟ كان البطولات اللي كان يعني بيقدر ان هو يقدمها في وقت مهم قوي علشان مقاومة قوات الاحتلال الإنجليزي. والدي كان، احنا كنا ما كانش بيقول لنا، ما كناش نعرف حاجه، لان كل الحاجات كانت بتبقى في الخفا، كل الحاجات مستخبيه عشان ما حدش يعرف وما حدش يشوف. هو كان ضابط شرطه، فكل الحاجات اللي كان بيعملوها من غير ما حد يعرف، لان هي فدائيين، حاجات كلها مقاومه من غير ما تبقى باينه. سؤالي لحضرتك دلوقتي مدام شاهيناز، الحقيقة إنه وزارة الداخلية بتولي اهتمام كبير جدا بكل أبطال الشرطة المصرية وبأسر أيضا هؤلاء الأبطال وبأسر الشهداء، يعني وده أعتقد إن دي تعتبر لمسة وفاء كبيرة جدا بتقدمها وزارة الداخلية ومصر كلها الحقيقة بتقدمها لأسر هؤلاء الأبطال. عايز أعرف لغاية دلوقتي إزاي بيتم التواصل مع حضرتك والاهتمام من قبل وزارة الداخلية؟ والله هو تواصلوا معنا، وكانت فرحة بالنسبة لنا كبيرة جدا بعد السنين ده، هي إن البلد فاكراهم، لأن دول فعلا ناس تعبوا جدا وضحوا بكل حاجة علشان خاطر البلد، إن تفتكرهم بعد السنين ده، هي يعني بالنسبة لنا كانت حاجة كبيرة جدا جدا ان هم يقدروا يفتكروهم وان هم يتواصلوا معانا، وان اولادنا وقرايبنا وبلدنا وكل الناس تسمع عليهم وما يتنسوش، تسجلوا في التاريخ. دي كانت حاجه كبيره جدا جدا بالنسبه لنا. شايفه الامن والامان لمصر دلوقتي الحمد لله بتتمتع بيه بفضل يقظه رجال الشرطه وطبعا رفقائهم من رجال القوات المسلحه ابطالنا، يعني شايفه هذه المظله المهمه جدا للامن والاستقرار اللي مصر بتنعم بيها ازاي مديها قوه أمام العالم كله؟ في اختلاف كتير جدا في الرأي العالمي على مصر. احنا مصر بلد كبيرة، والحمد لله رب العالمين عندنا الأمن والأمان، عندنا أرض وعندنا بيت وعندنا جيش وعندنا شرطة، دي نعمة من عند ربنا اللي موجودة عندنا. أنا بشكرك مدام شاهيناز مصطفى كمال الصياد، شكرا وكل سنة وحضرتك طيبة، ودايما نتذكر بطولة والدك البطل وكل البطولات الخاصة بأبطالنا من رجال الشرطة المصرية البواسل في هذا اليوم الخاص جدا اللي بنحتفل فيه مع أبطالنا من رجال الشرطة المصرية العيد 72. نتذكر هذه البطولات ونتذكر هذه التضحيات ونقدم كل الشكر والتقدير لأبطالنا من الشرطة المصرية وأيضا لأسر الشهداء وكذلك أيضا لأرواح الشهداء. كل عام وكل مصر دائما طيبين.